منطلقات المدافعين على إلغاء عقوبة الإعدام ينطلقون كذلك من كون أن عقوبة الإعدام هي عقوبة قاسية من حيث أنها تنتهي إلى جريمة القتل، وبالتالي حرمان المجرم من حقه في الحياة، والذي يعد من الحقوق الأساسية التي تضمنها المواثيق الدولية وكذلك الدساتير. كلما ارتكبت جريمة معينة تكون عقوبتها الإعدام، إلا ويتضاعف هذا النقاش وإلا ويكثر النقاش حول موضوع الإعدام، بين من يناضل وينادي بضرورة إلغاء هذه العقوبة التي تمس أحد حقوق الأسير، وبين من يطالب بضرورة الإبقاء على هذه العقوبة. في المغرب وإن كان إن صح التعبير سأسميه نفاقا تشريعيا، لأنه اليوم المغرب لا ينفذ عقوبة الإعدام ومتحفظ كذلك عن إلغاء هذه العقوبة من قبل التشريع، ومتحفظ كذلك عن التوقيع على البروتوكولات الاختيارية المتعلقة الصادرة عن الأمم المتحدة والناتجة عن العهد الدولي الخاص المطالبة بضرورة إلغاء الإعدام. هو لم يوقع ولم يلغي هذه العقوبة، وعلى أرض الواقع لا ينفذ هذه العقوبة. بعض الإخوان كتبوا أنه في إطار القوانين الوضعية أننا ممكن نجتهد فيهم، من أما فيما يتعلق أستاذ قدم سؤال القوانين الخلود في التشريع في الدين الإسلامي على أساس أننا نحن في دولة إسلامية، يمكن نقول أن القوانين ديال الشريعة الإسلامية صالحة لجميع لكل مكان وزمن، كما قال الأستاذ أن ممكن في هذا الزمن هذا المواكبة بالنسبة للقوانين اللي كانت في الشريعة الإسلامية مضمومة أنها تكون صالحة لكل مكان وزمن. ممكن نجتهد على مستوى القوانين الوضعية حقا على مستوى التطور ومستوى العالم الذي وصلنا إليه حاليا، إنما القوانين الوضعية التشريعية اللي صالحة لأي زمن ومكان. جميل، وأنه بلادنا ما يبقاش عندها طابوت واللي كل شيء يتناقش، سواء حكم الإعدام ولا أحكام أخرى ولا في مسألة مثلا الحرية الشخصية والحقوق المدنية. أنا بالنسبة لي هذا هو اللي كيهمني أكثر من أنه نختلف ولا نتفق. نقدروا نختلفوا طيلة الليل 24 ساعة 24 ساعة، ولكن الود يبقى دائما موصول. بالنسبة لحكومة عقوبة الإعدام في المغرب، أعتقد أنه ربما كانت إحصائيتي دقيقة، آخر تنفيذ لحكم الإعدام في المغرب كان سنة 1993. قضية الحاج المعروفة جدا، المغرب من بعدها وقع مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في القانونية، سواء اتفاقية مناهضة التعذيب أو العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إلا أنه سنة 2016 امتنع عن مشروع القرار المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام. هذه حكومة الإعدام في بعض الجرائم الكبرى، بالنسبة للرأي ديالي كنقول بلي جريمة عقوبة الإعدام ماشي واحد العقوبة الكبرى في حق هاد المجرمين، يعني بحال جزاء لهم بحال هدية لهم، يعني كيستحقوا شي عقوبة كبرى كبيرة على، يعني كاين طرق أخرى اللي نقدروا نجازوا بهم المجرم. الإعدام ماشي شي حاجة اللي تقدر تخليهم يخلصوا على داك الشيء، يعني الإعدام ماشي حل، كنبيد أنه الإنسان يحكم عليه بسجن مؤبد أفضل من الإعدام، لأن الإعدام يتخلص الإنسان من جريمته بصفة نهائية.
أما المؤبد هو مش مدرر من قتل الحروب. إحنا أولين في دولة إسلامية والإسلام هو دين ورحمة قبل كل شيء. الرسول فجأة جاء بشيء لنا نحسه بالأخرين، ولمشيتوا كتقرأوا السيرة النبوية هتعرفوا بلي هو ما كانش كيدعي بالقوة، كان كيتعاطف، كان كيعاون اللي ما عندوش، كان بنادم كيجي يهدى عليه وكيسمح ليه. ولكن هو كان عنده واحد الحكمة، هي أنه هذوك الناس غادي يفهموا من بعد، ومن بعد هذوك الناس راه دخلوا الإسلام، راه ماشي دخلوا هما بالقوة وبالسيف، راه دخلوا بالرحمة بالمعاملة الحسنة بزاف ديال الحوايج. أنا كنصحكم أنكم بما أننا حنا في الدولة الإسلامية تنشدوها في البيسك، يعني تنشدوا الديانة ديالنا وتشوفوا الرسول ديالنا اش كان كيدير. راه ماشي الدين الإسلامي هو السر في الآيات اللي كتشوفهم في القرآن، هذوك الآيات نزلوا لأسباب معينة، يعني كانوا غزوات وكان دفاع عن النفس واضطروا يديروا شي حوايج اللي هي ديال الحرب، وكانت الأسباب معينة، يعني كاين حكمة، ما كانش هذاك الشيء كدراك باطل. وكما قال الأخ داك الشيء اللي ضرب شماروش دوك السائحات اللي قتلوا، هذوك الناس اللي قتلوهم كانوا ما واعيينش، كانوا قراوا واحد الآيات قالوا خاصنا نقتلوا الكفار يلا نمشيو نقتلوا صافي، ما فهموش واش هما واعيين، عارفين اللغه العربيه دارسينها، دارسين اللغه ديال القران، حيتاش اللغه ديال القران هي واحد اللغه اللي هي خاص يكون عندك واحد الفكر، واحد الدرجه في العلم، واحد الدرجه في اللغه العربيه باش تفهمها. القران ما كيتفسرش هكا، القران خاصك دائما ترجع علاش شطرات، بحال باغ اكزومبل ملي كتاخذ واحد الايه اللي كتقول لك خاصك تقتل ولا شي حاجه، خاصك ترجع امتى طرات وعلاش طرات وكيفاش، وتسول ديما خاصك تسول، انت عندك العقل خاصك تسول علاش واحد الحاجه طرات وعلاش داروا هما ديك لاكسيون اكزاكتومون، ماشي تجي انت تبان لك واحد الحاجه تقراها ومن بعد تقول صافي خاصنا ندير ديك الحاجه حيتاش كاينه في القران. هنا خصنا نصلوا لان هذاك كان قانونية، يعني إذا بغينا نشرحوا شي حاجة هي قانونية خصنا نمشيو للمصادر اللي نبداها المصادر اللي الشريعة الإسلامية. إذا كما قلتوا الشريعة الإسلامية كما قال الأخ أن الشريعة الإسلامية هي دائمة في كل مكان وزمان، يعني واش يعني نخليوها هو في القانون الوضعي، يعني نعتبر الاتفاقية الدولية وإلى غير ذلك. وثانيا مسألة ديال مسألة الإعدام، أنا كنشوف كيفاش يعني غنغيروا الأخلية المجتمعية، ديك الجاية ديال عدنان كان يعني معارضة المجتمع إلا بالإعدام فيسبوك. شكرا الموقع نادور سيتي، كنا صباح هذا اليوم مع محاضرة حول موضوع عقوبة الإعدام بين الإبقاء والإلغاء، تندرج هذه الورشة في إطار برنامج المهرجان السينمائي المنظم خلال هذه الأيام. صراحة كان نقاشا مهما، نقاشا نزلنا فيه من النقاش النخبوي إلى نقاش هذا الموضوع المتعلق بعقوبة الإعدام مع مختلف الشرائح المجتمعية، من طلبة، من أساتذة، من باحثين، والذي وهو موضوع في الحقيقة موضوع له من الراهنية الكثير، على اعتبار بأن نقاش موضوع عقوبة الإعدام يستأثر باهتمام الهيئات الحقوقية وكذلك المؤسسات الرسمية الحقوقية، خاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكذلك الجمعيات الحقوقية. طرح هذا الموضوع ضمن برنامج المهرجان السينمائي أعتبره بادرة طيبة لخلق نقاش مجتمعي بعيدا عن النخبوية من أجل المطالبة بإلغاء هذه العقوبة، مع الشكر الجزير لإدارة المهرجان التي خصصت هذه الفقرة للحديث عن موضوع حقوقي يتعلق بعقوبة الإعدام. السلام عليكم، كيوم فاروق أزنبت، عضو في لجنة التنظيمية للمهرجان الدورة العاشرة للذاكرة المشتركة. سكوسال المهرجان ممش تورام في السنة تصل الإكراهات
ما مشى سغنين اسم زيخت اسم زيزي خرق المهرجان. الحمد لله أن وخنا كوفيد 19 قادة ينغمين دان غيقا مش المهرجان قائم ليس مجموعة الأنشطة مش تورا ذيني عروض سينمائية ذيني ورشة ذيني ورشات التكوينية ذي الإخراج والسيناريو وذيني حتى بعض الندوات وقعت داخل قاعة الميركور ذي المهرجان. فالمهرجان ما مش حضان دا سجن مجموعة الفنانين وسين زبارة الأفلام نسن السازي المغرب نفس الشيء ومن تغى مميزة هذا سجن فيلم نمثل خالد معذور الناطق الأمازيغية ريفية تغث مشاركة تث بين الأفلام الجن ذي المهرجان. وما مش نسنا عاود لان ذني ورشه تكوينيه ذي الاخراج ذي كتابه السيناريو قبل الورشه ذي النجم الندوه خاصه خ الاعدام بين الابقاء والالغاء. لقيت الاستاذ الكبير عبد الصمد فالندوه في السنجن الحضور مميز الصباح ذي الطلبه المستفيدين زي الورشة لأن الورشة يغيوقعن ذي السيناريو خاصة خل الإعدام وتغذي النجن الندوة خل الهجرة تغذي سحضان دي سجن مجموعة الأساتذة كبار كالأستاذ السي بوصوف والأخت نجاة تغات وزيرة سابقة ذي فرنسا وزيرة التربية الوطنية و تغذيني عاود ومثنغ سي بوسنينة مصطفى ولا انت شارك ذي الندوية. فمجموعة الأفلام شاقنت حضانت ذي المهرجان ومن تغذيني عاود أن المهرجان تغث مفتوح العموم ودغى العموم الحضور غير ان ما مش توانسنا ان المهرجان تو يخدش قضي الشابيتو ذي مغار ذي القاعة المركب الثقافية كواساس الامكانيات قليلة نتمكن ثنك غادي اوتيل ميركور حما نحاول ما مكن ذي نجاح المهرجان. حول عقوبة الاعدام ما بين الابقاء والالغاء ونشاط مهم جدا يمكن ان نقول من بين اهم الانشطة التي يعرفها تعرفها دورات العاشرة للمهرجان الدولي سينما الذاكرة المشتركة وهو نشاط بطبيعة الحال بشراكة عبر شراكة مع وزارة العدل بطبيعة الحال وطنيا ومحليا مع النخب محلية تربوية ولا سيما مجموعة وانزمة التي أشكرها جزيل الشكر على هذه يعني على قيامها بهذه المبادرة للتعاون معنا لإنجاح الدورة. هل عقوبة الإعدام بين الإبقاء والتنفيذ سؤال كلاسيكي بطبيعة الحال لا ما زال هذا السؤال في حاجة ماسة إلى تعميق النظر ما زال هذا السؤال في حاجة ماسة إلى التفكير العميق فيه لأنه ليس سؤالا سهلا ولكن نحن كمجموعة حقوقية كباقي الحقوقيين في العالم نتشبث أساسا بالحياة وبكرامة الناس. من هذا الباب قررنا أن نعقد هذا النشاط مع وزارة العدل وأن نحاول أن نحول هذا النقاش إلى المجال السينمائي عبر التدرب في لكتابة السيناريو. الأخ عزيز السلمي سيتكلف بطبيعة الحال بتدريب هذه المجموعة الراقية من الشباب الذين رأيناهم هذا الصباح للحديث حول عقوبة الإعدام. بطبيعة الحال الشكر موجه للمحاضرين للأساتذة لنقابة المحامين التي كلفت أحد أبرز وجوهها لتناول هذا الموضوع هذا الصباح كما أشكر بطبيعة الحال جميع من دعم هذه الخطوات ولا سيما إدارة هذا المركب. شكرا لكم.